بسم الله. وهلأ رح هيك نسمعكم صوت القرمشة هيك اللي بتشهي المشهية، والدجاج كيف استوى من جوا وطلع كتير بيرفكت، وبس هي شوي كتير سخنة. تمام سوري منكم سخنة اوفر. بسم الله هيك الدجاج جدا استوى، وهيك القرمشة طلعت بيرفكت جدا. هاي هيك طلعت لذيذة، وهاي هي التومية كتير بتشهي والله، شي لذيذ جدا مقرمش. هاي البطاطا يسعد صباحكم، واهلا وسهلا فيكم في قناتي على اليوتيوب لكل متابعين قناة مطبخ قمر آذان العربي. اليوم جايبت لكم وصفة كتير لذيذة محببة لدى الجميع، والله بحبوها الكبار قبل الصغار. تمام رح نعمل مع بعض البروست على طريقتي، وان شاء الله تنال الاعجاب، ورح نعملها صحية مليون بالمية وبدون دسم. وتابعوا، بتمنى تتابعوا الفيديو للاخير لتعرفوا كيف حصلنا على نتيجه كتير رائعه. عندي الدجاج بتقطعيه مثل هذا التقطيع، واذا بتحبوا تعرفوا طريقه تقطيع الدجاج كيف طلعته 8 قطع، ما عليكم غير تطلعوا باعلى الفيديو تعرفوا كيف انا قطعت الدجاج. فالدجاج بتحطي الكمية اللي بدك اياها، رح افرجيكم كيف بدنا نعمل الدجاج. وعندي شوية بهارات، وعندي كورن فليكس. الكورن فليكس الحبة الكاملة بدها تكون مي منكهة، قمح حبة القمح الكامل، وعندي حليب. وبسم الله الرحمن الرحيم، ورح نبدأ بطريقة التحضير مباشرة. بسم الله راح احط تقريبا نص لتر حليب حسب الكمية اللي عندك، كل واحد حسب كميته. تمام بصل باودر راح احط معلقتين صغار، عندي فلفل ابيض كمان معلقتين صغار، بهارات مشكلة حطي معلقة صغيرة، عندي معلقة كبيرة ناشفة من الكزبرة. هنوع على ايدكم عشان تحصلوا على ريحة الكزبرة، بتطلع كتير كتير بيرفكت، هي كتير بدها تطعم الأكلة يعني تطعم البروست. وعندي زنجبيل باودر، وعندي سبع بهارات، بهار حلبي ما تكتروا حطوا معلقة 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 ونص كمان كتير بنكه الأكل بنكه الأكلة. هاي بودرة الماجي، إذا ما عندك إياها حطي مكعب ماجي دوبي. تمام بسم الله، كمان هاي بتعطي نكهة، ما رح أحطها كلها رح أحط شوي منها. وطبعا ما بننسى أبدا الملح، عندي معلقة ملح صغيرة، معلقتين ملح صغار، وفي عندي هذا الملح هو ملح صخري لونه زهري، مفيد جدا يعني من جبال الهيمالايا، بتمنى انه تحاولوا تستخدموا منه. بسم الله بنحرك الخليط، بسم الله سقطي الدجاج طبعا تقطعيه وتغسليه غسلة كتير 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 اوفر، تحطي له خل وبتحطي له ملح طبعا، وتحافظي على الجلدة هاي مشان لانه هي الدسم الوحيد بهاي الوصفة، انه ما تخليها تنتزع عن الدجاج. اذا الكمية بالنسبة لكم كتير عليكم،
بتعملوا هاي الخلطة وبتحطوا الدجاج فيها وتعملوا حسب الطلب. فهاي هيك الحليب كتير بفكك الأنسجة تبعت الدجاج، وهو الدجاج كتير صغير فبيستوي وبصير طري جدا من جوا. تمام، ما تجيبوا الدجاج كبير، يعني الدجاج صغير شي 400 جرام تكون الدجاجة. هلا اللي ما عنده مثلا توم باودر، تمام، ممكن تحطي سنين توم تنقعي فيه الحليب مع كمان نص بصلة. اللي ما عنده كمان بصل باودر، تمام. هلا انا حطيت توم باودر وبصل باودر، بتنقعيهم بس ما بتفرميهم، بس لحتى يتنكه الحليب نكهة بس، تمام. فهيك انتي بتحصلي على كمان نكهة كتير لذيذة. بسم الله، يعني هاي الكمية اللي شايفينها كلها تقريبا تعادل دجاجة كبيرة، تمام، بس هي هون دجاج كتير صغير وكتير لذيذ صراحة، كتير فريش ولذيذ وكتير يعني زنخة ماله، بس طبعا مع الغسل. شموا ريحة الدجاج، صارت كتير ريحته لذيذة بهالبهارات. يلا ان شاء الله بشوفكم بالمرحلة الجاي. 4 ملاعق، نسيت احكي لكم، حطينا 4 ملاعق حليب بودرة. اللي ما عنده حليب بودرة وعنده كريمة يحط تقريبا كاسة كريمة مشان بيساعد على تفكيك انسجة الدجاج. كمل نقعه، هلا انا قعدته تقريبا 5 ساعات، هلا رح اكمل نقعه لليلة كاملة. وهي الدجاج بيتنا ليلة كاملة في الثلاجة بالبهارات والطيبات والمطيبات اللذيذة، وحطيناه نقعناه بالحليب. وهلا راح نشوف كيف راح نلفه بالكورن فليكس ونحطه بالفرن ينشوى. بس قبل ما نختي بهالخطوة راح نظبط البطاطا. البطاطا كمان راح ناكلها ان شاء الله صحية وما يكون إلى غير بس معلقتين زيت تقريبا. تبلناها، حطينا لها شوية نفس تقريبا البهارات اللي حطينا للدجاج. كمان تطلع كتير بيرفكت. فهلأ نحن رح ناكل ان شاء الله يعني بروست صحي مع بطاطا مشوية او مقلية بالفرن، تمام، صحية. هلأ رح احطها بالفرن. وهي عندي الكورن فليكس رح نلف الدجاج فيه. بتجيبي كيس جديد تفتحيه، او بتجيبي النايلو الغذائي كمان بتاخدي قطعة منه وبتساوي نفس الطريقة اللي بدي اساويها الان. بسم الله الرحمن الرحيم. بتصبي شوية كورن فليكس هون بالكيس، تمام، مع هيك اسمعوا هاي القرمشة هيك كسرية تكسيرة بسيطة. بعدين نجيب الملقط. بنطلع من الحليب بنحطها بالكورن فليكس، تمام. بسم الله تعمليها هيك، لفيها لف يعني لحتى تلزق كل الكورن فليكس عليها. وبتطلع هيك بهاي بهذا الشكل. بتطلع بهذا الشكل، بتحطيها على من بعد ما نحن رح نلفهم. ترجع بديكي شوية كورن فليكس، ما بتحطي بدك تبهري للكورن فليكس. اوكي جاي بهري ما بتفرق، بس انا هلا ما بهرته، كفي البهارات اللي
شربته الدجاج اللي شربه. تمام، فنفس الطريقة كلهم بنعملهم، بنطالع الدجاج دايركت على الكورن فليكس بسم الله، ومنحاول انه نعشقه مع بعض. تمام، نغلفه كلياته، وهيك من بعد ما بنعمل هاي الحركة بدنا نرجع نريح الدجاج شوي بالفريزر لفترة 10 دقايق بس، لحتى يمسك كل الكورن فليكس على الدجاج ونحصل على أفضل وصفة إن شاء الله. وبعدين مندخلها بالفرن مشوية. هلا حاليا أنا ما حطيت ولا نقطة زيت، تمام، دجاج ما له زيت أبدا. هاي هيك وهاي هيك صارت، ونفس الطريقة بنعمل الكل، وهاي هيك صارت جاهزة. هاي هون الدجاج من بعد ما لفيته، تمام، بتحطي الكمية اللي انت بتحبيها بدك اياها. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما لفيته بالكورن فليكس حطيته تقريبا 10 دقايق او 15 دقيقة بالفريزر بس لحتى يمسك شوي عليه، تمام، وبعدين بنشيله وبندخله دايركت على الفرن، تمام، على درجة حرارة اوفر عالية. فهيك نحن حصلنا على بروست مشوي بدون اي نقطة زيت. وهلا تقريبا رح خلصت، يعني رح احطها بالفرن ورح افرجيكم النتيجة النهائية. وهي هيك سمعكم صوت هيك القرمشة، تمام، سمعكم صوت القرمشة كيف القرمشة عم تتقرمش، وكيف وخلصت وصفتنا لهاليوم. كنت عملت لكم البروست ولفيته بالكورن فليكس، وقليت البطاطا كمان، شويت البطاطا بالفرن، تبلتها، حطيت لها نفس البهارات اللي حطيتهم هون وشويتها بالفرن. حصلنا على ألذ بروست بالبيت. وهي عملت الكريم توم او التومية اللي بدكم اياها تسموه، هيك طلع قوامها، تمام، عملتها على ايدي. ان شاء الله رح انزلكم الرابط كيف عملتها وكيف طلعت معنا بهذا القوام، ونكهة كتير لذيذة. وهي هيك مقرمشة، تمام، مقرمشة جدا 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 ولذيذة، وصارت بصراحة شيء كتير لذيذ وأفضل من الدليفري بكتير. عملناها على إيدنا وعملناها بحب، لأنه لما تعملي الشغلة بحب رح تنجح معك. بسم الله. وهلأ رح هيك نسمعكم صوت القرمشة هيك اللي بتشهي المشهية، والدجاج كيف استوى من جوا وطلع كتير بيرفكت، وبس هي شوي كتير سخنة، تمام، سوري منكم سخنة اوفر. بسم الله، هيك الدجاج جدا استوى، وهيك القرمشة طلعت بيرفكت جدا. هاي هيك طلعت لذيذة، وهاي هي التومية كتير بتشهي.
والله شيء لذيذ جدا، مقرمش. هاي البطاطا مقرمشة كمان، وهي عملنا ألذ وأسهل وصحي أكتر، ألذ ديليفري، بدل ما تجيب الديليفري جاهز من السوق وتدخلوا على جسمكم وجسم أولادكم سموم، تعملوها في البيت خطوات بسيطة وبتحصلوا على نكهة ولا أروع. وثقوا تماما انه دائما لما تشتغلوا بحب رح تطلع معكم نتيجة ولا أروع. بالنسبة لدرجة الحرارة دخلت عليها الدجاج، دخلت على درجة حرارة أوفر عالية جدا، بعدين بعد ما قعدت تقريبا 15 دقيقة بالفرن خفضت الحرارة بالنسبة ل حطيتها بالنص، خفضت الحرارة للفوقاني لل 150 تمام، وخليتها تقريبا اخذت تقريبا 45 دقيقة مو اكتر، واستوت وطلعت مقرمشة ولذيذة وكتير بنصحكم تجربوها. هاي البطاطا كمان جدا مقرمشة، بس ما بعرف كيف راح اسمعكم صوت القرمشة تمام. يعني البطاطا استوت وصارت لذيذة وهي بقطرات من الزيت، ما حطينا زيت كتير. وبالنسبة للدجاج طلع كمان مقرمش. واذا حبيتوا الوصفة، حبيتوا طريقة تقديمي وتحضيري للبروست الصحي، نعتبره بروست صحي ما له ولا نقطة زيت ابدا، ولا نقطة زيت ما تحطوه ابدا، ما حطينا ولا نقطة زيت، صحي مليون بالمية. واذا حبيتوا الوصفة وحبيتوا طريقة تحضيري وتقديمي لبروست الدجاج، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لي لايك وتكتبوا تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم أمر آزان من مطبخي العربي. Yes. Hey, Andrew. Hey. Hey, Andrew.